لذا قال ابن القيم: لم يتوعد الله أحدا بالعقاب أعظم ممن ظن به ظن السوء. فإذا كان الأمر كذلك فلا غرو بعد أن يكون دعاء المتقين والمخبتين العارفين بالله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون من دعائهم الملازم لهم الدعاء بأن يرزقهم الله حسن الظن به جل وعلا. جاء عن الأوزاعي أبي عمرو أنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وهذا الدعاء الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به جاء أنه كان يدعو به جماعة من السلف كسعيد بن جبير من أئمة التابعين وغيره من أهل العلم، وهو دعاء عظيم جليل فيه معان عظيمة وفيه ذكر وطلب لأمور متلازمة. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. فما أحسن أحد الظن بالله إلا وكان توكله عليه سبحانه وتعالى صادقا. إذ بين هذين الأمرين من التلازم ما لا شك فيه ولا ريب، وكذلك أيضا بينهما وبين العمل الصالح تلازم. فإن من يدعي حسن الظن به سبحانه وصدق التوكل عليه جل وعلا لا بد أن يكون ذلك معه حسن عمل وتصديق بالوحي، وتصديق الوحي هو الذي يأمر فيه بحسن العمل.